هاي تبلغ نسبة النباتيين بالهند حوالي 40% وبالعالم الغربي هي بين 1.5 و 2.5%. استهلاك الأكل النباتي بيقلل من الآثار السلبية على البيئة، وعدد من الدراسات بتأكد أنه النباتيين بيتمتعوا بصحة أفضل من الأشخاص يلي بيأكلوا لحوم، بس كمان في دراسات تانية بتأكد العكس. عدد من الأبحاث بتأكد أنه النظام النباتي بيحسن الميتابوليزم بالجسم وبيساعد على حرق السعرات الحرارية بنسبة 16% أسرع من النظام المبني على تناول اللحوم خلال 3 ساعات من تناول الطعام. سنة 2012 أعلنت لوس أنجلوس أنه كل الوجبات الغذائية نهار التنين لازم تكون نباتية كجزء من الحملة العالمية يلي بتهدف للتخفيف من آثار استهلاك اللحوم على الصحة والبيئة. مين قال أنه بنجامين فرانكلين وليو تولستوي كانوا نباتيين؟ أنا قال. بشوفكم بكرة.